السلام عليكم. اليوم حنتكلم على واحد السياج الذي وضع على مدرسة تاع الفلاحة في حي سيتي راديوز ببلدية الدار البيضاء، والأشغال تعتبر رائعة وجيدة، والفكرة هي جعل ممر للراجلين وفصل الممر عن الطريق. ولهنا نشاهد نلاحظ حائط مغلف بحجر وفيه فوارات عن ماء التزيين، وفيه ماء ينزل على طول الحائط ويمد التزيين ديناميكي للمكان. وكذلك نلاحظ الأرضية نتاع الرصيف مخدومة بال ما يسمى بالبيتون امبريمي. وكذلك استعمال مواد طبيعية كالحجر الطبيعي لتغليف الحائط. هذا الحائط هو يعتبر مغلف بحجر مصقول على شكل مربعات ومركب بطريقة منسقة. زيد اضف الى ذلك حتى السياج مخدوم بفيرونري بشكله جيد، يعتبر جيد. وكذلك هناك بعض السيراميك، لوحات جدارية بالسيراميك تزين المكان وتعطي ارتستيك تاتش، يعني إضافة فنية للمكان. والممر الراجلين يفصل مع الطريق فضاءات نتاع نباتات مغلفة، هذا الشريط نتاع النبات معمول بطريقة جيدة ومغلف بالماربر بالرخام. والحائط كما نرى مخدوم بحجر، يعني هذا حجر طبيعي، شيء جيد. والسلام عليكم.